السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تكلم عربي؟ سي سي. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، نطلع فوق عشان نتفرج عليكم. شكلكم حلو قوي كلكم. بارك الله فيك. بس فين الرجالة؟ قليلين الرجالة هنا قوي. عندنا ترابيزة من برمنجهام، ارفعوا ايديكم. برمنجهام ميلتون كين. وقف 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 وقف. Dentista. Batista. أنا سعيد جدا لأن عيد ميلاد الإغاثة الإسلامية يوم 17 يناير، يعني الشهر الجاي. عيد ميلاد الإغاثة الإسلامية يوم 17 يناير، ذو حكم 38 سنة. يوم الثلاث 17 يناير عام 1984 الساعة كام؟ تعالى هنا. تعالى هنا. الساعة كام؟ No, ¿a qué hora se fundó? Se fundó en el 84 y ¿a qué hora? No, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora? Uli. الفجر. الحمد لله. ما كناش نتخيل، لم نكن نتخيل في يوم من الايام زميلي دكتور احسان وانا اننا في يوم من الايام او احسان هيجي عشان يشوف المجموعه اللي قاعده دي. لم نكن نتخيل ابدا على الاطلاق ان بعد 38 سنه هنيجي اسبانيا، هنروح ايطاليا، هنروح ايرلندا، هنروح امريكا، هنروح فرنسا، هنروح بلجيكا، هولندا، السودان، الصين، جنوب افريقيا، كل الدول دي كلها. يبقى هنا السؤال هو ايه دلوقتي؟ لابد كل واحد فينا يكون عنده حلم. لابد. انا بتكلم عربي كويس؟ لازم كل واحد فينا يكون عنده حلم. لازم كل واحد فينا يكون عنده هدف. لازم كل واحد فينا يكون عنده رسالة. لا نكون إمعات. لا نكن إمعات. نحسن إذا أحسن الناس ونسيء إذا أساء الناس. أبدا. نحسن إن أحسنوا ونحسن أيضا إن أساءوا. أتى الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وطوبى للغرباء. أنتم الغرباء. أنتم الغرباء الذين يحسنون إذا أفسد الناس الزمان. قولوا إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم مش هتكلم عن الأيتام، مش هتكلم عن الأرامل، مش هتكلم عن المال، هتكلم عنكم أنتم. أنتم أصحاب هذه الرسالة القادرين على أن تكملوا المسيرة. إن كنا بدأنا من 38 سنة واستطعنا أن نصل إليكم بتحقيق حلم بعد 38 سنة، فأنتم إن شاء الله تحملوا الراية ل 380 سنة قادمة. الحلم لا يتحقق في ليلة، ولا يتحقق بالمال، ولا يتحقق بالصحوبية والشلالية. الحلم يتحقق بالإيمان وبالعزيمة
وبالإصرار وبالعمل وبالمحاولة وبالفشل والمحاولة والفشل ثم النجاح ثم النجاح. وانتم هتنجحوا، قولوا آمين. 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 عشان تكونوا انتوا اللي بيتكلم عنكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قال ايه؟ انني اشتاق الى احبابي. قالوا ألسنا باحبابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، انتوا اصحابي. تعالي يا شيماء جنبي، انت من احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال يا ابني انت كمان، عشان بس ايه في فرقه عنصريه. تعال تبدا انت، بس انت طويل قوي علينا كده. تعال. السلام ورحمه الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عليك انت، فاهمني؟ السلام عليكم. انت عم تشرب حاجه؟ I'm so nervous today. And then why? It's because it's my first time doing something like this. Tell him. Yes. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Kamil khutbah. Ayyuhal muslimun. Al khutbah in Spanish, in español. Ay haga. Sobre la chica de antes, talking about the Muhammad Khalil sallallahu alaihi wasallam. أنا كنت باغي نقول quería decir algo para añadir a lo que había dicho. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es el perdón. Porque nuestro profeta Ali Salatu Wassalam fue perseguido durante 12 años y sus sahabas fueron golpeados, fueron perseguidos y nuestro profeta Ali Salatu Wassalam volvió con un ejército de 10.000 sahaba y le dijo a los la batalla de Uhud, creo, los Quraysh, dijo, ¿qué creéis que haré con vosotros? Y les dijo, ciertamente eres una persona honesta y generosa. Y él les dijo, iros, y les perdonó a ellos. Es un muy buen acto en el que nosotros podemos tener en cuenta a día de hoy y como siempre. Y más allá de tus palabras que nos han dicho de tener en cuenta de un sueño, hay que hacerlo de verdad con el Imán, con el Islam y el Fael, ¿no? De hecho. Bravo. أنا عندي أمل كبير فيك. إسبانيولي. Tiene mucha esperanza colgada en ti, depositada en ti. كلكم عندكم أمل فيه ولا لا؟ هدف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. Mi objetivo en la vida, desde siempre el objetivo en mi vida ha sido inshallah seguir los pasos de mi amado profeta Muhammad alayhi salam. En cada paso de mi camino inshallah dejar una huella impactante para toda mi descendencia, la descendencia de todos vosotros. Y alhamdulillah, por eso creo que he ligado mi vida entera con mi vida profesional, que no sale de la educación y de los valores del profeta Muhammad alayhi salam. Gracias. 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 آمنتم به ولم تروه. العمل الفرد منكم كعمل الخمسين من الصحابة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغرفة لا تملأ فقط بالبشر،
إنما لله ملائكة طوافون طوافون يطوفون الأرض يتفقدون حلقة الذكر. والآن نحن في حلقة من حلقة الذكر في هذا المكان، وحولنا مئات بل آلاف من الملائكة تستمع إلينا وترى وجوهنا وتكتب لله سبحانه وتعالى ما يعلمه، ونحن فقط لسنا هنا محاطين بالدكتور محمد أحمد محمد أحمد إيه كمان أحمد قدور أحمد قدور كمان من مصر يعني. فبيحب يعني أنتم تعتبروا شامة على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلوا الرسول يفرح بكم، اجعلوا محمد يسعد بكم في عملكم في قولكم في فعلكم في كل شيء. العالم الآن بيعمل حاجة اسمها إسلاموفوبيا عشان كل الناس يخافوا المسلمين ويخافوا بالإسلام، يعني هنعمل حاجة اسمها حب فوبيا. Fobia. Se me ha quitado la idea, hermano. Unión con los musulmanes, inshallah. Hermandad con los musulmanes, inshallah. El mundo entero. فلذلك لو قالوا اسلاموفوبيا هنقول حب فوبيا، هنقول خير فوبيا، هنقول بركه فوبيا. هنبدا العالم بالحب والخير والبركه. ابدا لن نموت ولن تغيب شمس الاسلام ولن نموت ابدا الدهر ولن يموت احدا كانت عنده رساله. أصحاب الرسالات لا يموتون، أصحاب الهمم لا يموتون، وأنتم أصحاب رسالات. واليوم اللي بتكلم على فلوس، فلوس ربنا كاتبها عنده والرزق هينزل مش هيتحرك، لكن هنتكلم عن كل واحد وكل واحدة فينا لابد أن تكون ويكون له رسالة تكمل ما بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسعد بكم ويهنأ بكم ويتحدث عنكم حينما ترونه سبحانه صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني نتكلم هل احنا عندنا هدف في الحياة؟ هل احنا عندنا حلم في حياتنا؟ عندنا ولا ما عندناش؟ حد يجي يقول لي على حلمه أو هدفه؟ أنت طلعت كده قبل كده، تعالي أنت بقى. سي ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Si tienes muchos sueños, ten muchos. Mejor que uno. ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuál es tu sueño? Ah. Muchas. كثير. كثير. واحد بس. Uno. بسم الله. دي بسم الله. تريد أن تكون مسلمة كبيرة. يلا. قوليها قوليها. دي لو دي لو. Llegar a lograr algo en mi vida, como por ejemplo a aprenderme lo que es todo el Corán. تريد أن تكون حافظة للقرآن؟ آمين. تريد أن يعني تحج مع والديك إلى مكة؟ يلا.
اخونا اللي هناك ده ايوه 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 اخونا ده اسباني ده ولا مش اسباني؟ تعال جاي. لازم كل واحد فينا يحدد لنفسه هدف ويحدد لنفسه حلم. لازم 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 احنا مش جايين هنا نتعشى ونتكلم عن الاغاثه ونتكلم عن الايتام ونروح بيتنا. انا جاي هنا عشان اعمل مسيره. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تو كتير في سوينيو. Tengo unas cuantas. Pues si hablamos de objetivos mundanos, objetivos de la dunia, algún día inshallah me gustaría alcanzar ser piloto. Y si hablamos ya de objetivos más religiosos, más espirituales, obviamente el mío y el de todos mis hermanos musulmanes es llegar al Jannah, inshallah. وسط عاصفة الإسلاموفوبيا، حد فينا عنده حلم عايز يحققه؟ نعم. تعال. نعمة. نعمة. تعال نعمة. نعمة تعال. عادي. Yo, parte de mi sueño, ya lo estoy cumpliendo, que es con Islamic Relief y es dejar huella a través del programa de apadrinamiento de huérfanos. طيب حد من الشباب كان عنده حلم؟ الاخ اللي لابس بتاع صفرا دي. ايوه انت 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 اتفضل. ما عندكش حلم؟ طب اللي وراك. ان شاء الله الحلم يعني فيه احلام كثيره ان شاء الله، الاحلام الدنيويه يعني ان شاء الله تنسى الشركات وتنسى الامور وتساعد فيها الفقراء وتساعد فيها المحتاجين. سوريا اصلا؟ من سوريا. منين في سوريا؟ من دير الزور. دير الزور؟ على حدود العراق ان شاء الله. طيب يلا كمل كمل. ان شاء الله الاحلام الاخويه يعني الحمد لله ان شاء الله دخول الجنه والحج ان شاء الله. امين. ان شاء الله. كمل كمل. طب وهنعمل الغلابه دول ايه؟ الله يعينكم. يا شباب المسيرة اللي بدأت من 38 سنة انتوا ان شاء الله هتكملوها بأحلامكم وأهدافكم وإيمانكم والرسالة بتاعتكم في الحياة. اوعى حد اوعى حذاري. تعالي انت يا شفايف مركزة قوي معايا. انت ايوه اللي بتبص ورا دي انت. لا 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 انت لاتيكا 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 Que nadie en la vida pues puede frenar tus objetivos o tus sueños. Pues nada, mi objetivo en esta vida es poder ser musulmana, porque yo no soy musulmana todavía. No. هدفها انها تسلم. هي مش مسلمه، هدفها انها تسلم. تقول لي تengo que seguir como buena musulmana y que se ما شاء الله. ما شاء الله. لا تسمحي لاحد انه يحبطك على الاطلاق. قلتوا عدوا ليا.
que no dejes que nadie pues te frene en tu vida y para alcanzar tus objetivos. Y la hermana ha dicho que haga dua por ti, inshallah. No dejaré a nadie que frene mis objetivos. Dilo. No dejaré que nadie frene mis objetivos. الإيمان ما فيهوش إحباط. الإيمان ما فيهوش إحباط. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف بعد ما ضربوه وقدموا رجله واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وأتاه ملك الموت يقول له لأطبقن عليهم الأخشبين. لا، رفض أن يموتوا هؤلاء الناس على غير دين الإسلام. رفض صلى الله عليه وسلم، لأن كانت مهمته وكانت رسالته أن يدخل كل بشر الجنة، كل إنسان الجنة. ده كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك مهما كانوا يحصرون، مهما كانوا يعذبون أصحابه ويقتلون أصحابه، لم يحبط. والمؤمن لا يحبط. والله كده المؤمن وأنت لن تحبط. La persona que tiene fe, la persona que tiene fe nunca es o se deja ser como decepcionada. O sea, siempre es fuerte y siempre tira para adelante. Con fe. كوني واثقة في الخالق. Ten confianza en el creador. عند الخالق سيكون معك أبد الدهر. Y el creador estará a tu lado siempre para toda la vida. يعطيك ما لا تستطيعين أن تحققينه. Allah, Dios en este caso te dará todo aquello que tú no puedes alcanzarlo por ti misma. أنت فقط تقولي يا الله. Tú solo pide y di ya Allah. إن شاء الله تدخل في الإسلام. الشباب الورور اللي ورا دول، الشاب اللي لابس كفية حمرا الشيك ده، تعالى انت شكلك كده سينمائي انت، طلعت التلفزيون، شاب تلفزيوني ده، ما شاء الله عليك، ولا شاب هوليوودي، هندسوني برضك؟ يلا تتكلم بقى، كلم الناس ما كلمنيش انا، انا هعيش بغير اخبار، جاي منين من سوريا؟ من دمشق. قول لهم رحلتك كده. اسباني ولا بالعربي؟ اسباني. انا بحبها، انا بحب اسبانيا. بابا اسبانيا. سي. Nada, lo primero así que se me ocurre, que son dos frases, es decir que nunca os olvidéis de la persona más importante de vuestra vida, que seguro que es vuestra madre. Y siempre intentar pues estar a su lado, así que sí. سوريا بلد من اعظم البلاد، شعب من اعظم الشعوب، حضارة من اعظم الحضارات، ولا بد ان نثق بها. امين. أنا ليه واقف جنبي أختي اسمها كده؟ دينا. دينا. لأن الطاقة اللي أنا باخدها من الشباب بتمد في العمر، بتخلي الإنسان يحقق أحلامه أسرع من الآخرين. استثمروا من التعالية بتاعة العيد الميلاد أنت. سلمى وبيان. سلمى وبيان. فين سلمى؟ تعرف تعمل كده؟ استثمروا في دول.
ده الاستثمار الحقيقي لينا كلنا. لا العربية هتنفع ولا المنزل هينفع ولا الضيعة هتنفع، هم دول نستثمر فيهم. فلذلك وانا واقف جنبهم حاسس ان انا عندي طاقة دلوقتي ممكن اطلع زي الصاروخ اوصل فين للقمر، اوصل فين القمر ان شاء الله. انا ما اتكلمتش عن الاغاثة، مش هتكلم عن الفلوس، مش هتكلم عن الايتام، لان انتم هتحققوا الامل اللي كل يتيم عايز يسعى ان يعيش عيشة هانئة كريمة زي العيشة اللي احنا عايشينها هنا. قولوا امين. وانا بشكر كل الشباب اللي وقفوا جنبي دول علشان يحمسوني وعلشان يخلينا نتكلم. وما ينفعش الانسان، خلي بالكم ما تكبروا في المقام، ان شاء الله انتوا كبار في المقام، اوعى تقف عن مسرح لوحدك. حذاري ان تنفرد بان تقف وحدك عشان تستأثر بالضوء والاضواء. وبعدين خد من الشباب دول قدوة حسنة، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم اول من امن به طفل عندي كم سنة؟ طفل عنده 9 سنوات وامرأة اكبر منه ب15 عاما وصديق ابو بكر رضي الله عنه. بدأ الرحلة بهؤلاء الثلاثة، اصبح من يؤمن برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم قرابة 2 مليار انسان. لكن المسيرة اخذت 1400 سنة. الحلم لن يتحقق في ليلة او في لحظة او بملك ينزل من السماء، الحلم هيتحقق بمسيرة. وانتم اقدر الناس على السير في هذه المسيرة بالصبر والإيمان والإصرار على تحقيق الحلم من أجل إنقاذ البشرية. وتبقى تعملوا حب فوبيا وبركة فوبيا وإيه تاني؟ خير فوبيا وخير فوبيا حاجة فوبيا تانية؟ أمل فوبيا وأمل فوبيا. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.